والله فما حاجات دوخ تلقى واحد منتف هز ساق تغرق الاخرى وزيت حاجه اخرى مش متربي وناقص تربيه وبليد وركيك تلقى مربي كلب مربي كلب كلب يسخف نعرف واحد مربي برجال مو يا ودي تراه تبكي يمدلو تصور كلب ياكل في كمونيه ومقحوريه والاخرى جلبانه مرة حطي لفتية لفتية ابو قلب كلب يكفي لفتية وحط نص خبزة فهمتي بجنبه وقال لي دريسيتو هاكا يغمس اغزر له قال لي شوف كيفاش يغمس وياكل علاه الكلب كيف حم ما يعرفوش الكلب فيجيتاريان عامل كلب فيجيتاريان ايربيفور قرم ربي معزة ليه والكلب يجي الكلب فاكسان وشامبوان سبيسيال وشامبوان تاع القريد وشامبوان فلوس مصروف الكلب مش نبورت كي ربي كلب مرة أخرى فهمتي داخل عليه فهمتي بكاوتشو وشارو له باكومو فهمتي بموتي 200 غرام ذاك باكومو صغير زاد فهمتي طايح عليه هوف 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 بالبروس وكل كلب يجي ويعاوق الكلب في الليل أوه أوه يسخر كلب ديخ يجي المرة الأخرى قال لي الكلب راه عامل جمعتين ماكلي شيء يقول له بيات شنو عامل ضرب جوع تحب ياش الكلب كلب كان شافنا الجونة راهو هش عليه هي شبك اللي كان تشوف الدولة قداش تخسر انت على الكلاب ما حكيتش على الكلاب الاخرين ما تفهمونيش بالغلط نحكي على الكلاب اللي بالمجد نتاع البريكات كانين خاطر الكلاب الاخرين ياخذوا ما ياخذوا يزيدوا يقلبوا في الدولة وعاملين في خلاهم مواليه الكلاب نتاع البريكات كانين هما فهمتني يشدوا في العباد ويشدوا في لي زيكسبلوزيف ويشموا وينقزوا ويهاجموا ويدافعوا على الوطن كيف اللي مات في لوطن تاع بارد والكلب هذاك تخير من ألف عبد الدولة كتشوف واش تخسر على الكلاب كان تاع الديوانة فهمتني والمالي لوا وبيرجي المون تخسر عليهم في فلوس زرق وماكلة والدنيا مدعوك ناخذ ناخذ بيرجي المون فهمتني مشحتفو يوزن 5 كيلو مسكين كل قطوس حتى نياب ما عادش عنده طاح فمو طاح الله يهديكم يا خويا اللي ما عندوش امكانيات في ربي كلب يقعد رايض على روح حرام راهو غير شبكم وربي معاكم.